الله يعين اللي زمان التحداه، وقتني شيب شفت فيها الهوايل، الناس يا ممدوح كل ومجراه، وعندي على قومي ثبوت ودلايل، لقيت فيها الذيب يرعم عشاه، والشيخ صار اللي يضيع القوايل، واللي من اول ما حد ياخذ رياه، اليوم هي ينافس عيال الحمايل، من هرجة الرجال نعرف نواياه، ويظن عرفه للحيل والتحايل، راحوا رجال الطيب والعز والجاه، ما عاد باقي منهم الا القلايل، من عقب جدك والرجال المسماه، ونايف ابو سلطان راع الجمايل، الشيوخ فعلوا طيب ما بهم رواه، واليوم هالشيوخ الصور والرسايل، لكننا بنصحك والعلم مبداه، لا تستمع في قول قيل وقايل، انت فطين حر ما تبغي وصاح، كسبت قولة نعم ومع الاوايل، حافظ على دينك ترى الدين من جاه، الدين تكسب به جميع الفضايل، خلك مع اللي كاملات مزاياه، فيها الكرم والدين وفى الخصايل، اللي بوقت العسر واليسر تلقاه، يثبت معك لا جات وقت الصمايل، قرب اللي حدك زمانك تنصاه، يفرح اللي جيته وشال الثقايل، ولا تلتفت فاللي لتزيك علباه، ما من ورا هذا ومثله حصايل، من لا يودك لا توده وفرقاه، فرقاه طب الا لسبود الالايل، والصاحب اللي لا تناقشت وياه، يضيق صدر الثم شب الفتايل، ينسى معاريفك وطيبك تنساه، اشطب على مثله ردي الفعايل، واللي يشدوك اللي يجيبون طرياه، قل ما عرفه مدري من اي القبايل، ومن صد عنك بلا سبب لا ترجاه، خيره يا ابو فيصل وتلقى البدايل، خله يروح وروحة مقيط ورشاه، لا ترتجي مثله بشتى الوسايل، وخل النظر قدام واتكل على الله، اتكل على الله في جميع المسائل، وابحث الكسب الرزق والخير تلقاه، الرزق عند الله مش المخايل، واللي يحوش الطيب من فعل يمناه، يعيش بين الناس والراس طايل، واعرف ترى الناجح تبت اكثر اعداه، يطلع لها اعدا من جميع الفصايل، صلاة ربي عد غيث النثر ماه، على النبي وعداد ما سال سايل، ابو ممدوح عبدان بن مغلي.